آخر مرة بيحكي لي إيه؟ هما الاتنين اتفقوا يفتحوا الكاميرا مع بعض وهما بيتكلموا. طبعاً الكلام جاب بعضه وحضرتك فاهم، وجوزها يا عيني ولا هو هنا. ايه رايك في السيت اب؟ ايه رايك انت لو كليب جديد نصور هايدي وهي بتحط من الميك اب ده؟ بروموشن يعني. ايه يا ابني مالك؟ مفيش حاجه، تعبان شويه يا شريف. ايه يا احمد مالك؟ لا مفيش حاجه يا عمر، انا كويس قوي. كويس ازاي يا ابني وانت بتشر عرق كده؟ كل ده عشان مراتك سافرت وسابتك؟ يا احمد انت حاسس بايه؟ ولا حاجه، روحوني. روحوا ازاي؟ ده محتاج دكتور. ولا دكتور ولا حاجه، طلبك عندي واحده روسيه تعمل لك مساج بزيت وكريمات، انما ايه تقوم من بعدها زي الحصان. شايف العيشه اللي عايشه؟ طبعا، امال جواز ونكد يا جماعه؟ انتوا مش شايفين مناظركم؟ على رايك. المهم على فين دلوقتي؟ الله، ايه على فين دي؟ على المساج يا حبيبي. تعجبني.